طول الانتظار ده بيخليكي طول الوقت بتستهلكي وتستنزفي. الفرق ما بين الاثنين استهلاك، ان حد يضغط عليكي يبقى طول الوقت حطك في موقف دفاع، عايزك تدافع عن نفسك طول الوقت. اما الاستنزاف ان انا من جوايا بقى مستنيه حاجه، تبقي مستنيه مع كل رن التليفون انه هيتصل يعتذر او حتى يسال عنك، يا سيدي مش عايز اعتذار، مع كل دق الباب انه هيكون هو عشان جاي يعتذر لي، مع كل رساله المحه من تليفون اقول يا رب هو انه هيجي يطبطب عليا، مع كل جرس باب اقول يا رب هو انه هيجي ياخدني في حضنه، مع كل حد قابله بالصدفه اقول يا رب يطلع هو عشان يعمل لي اللي انا مستنياه، ان يقول لي حقك عليا. انا عايز اقول لك انك هتوصلي في وقت من الاوقات لمرحله انه حتى لو جه وعمل كده هيكون غير مفيد بالمره نهائيا. ليه بقى؟ الوقت بيخلي اللي ليه قيمه عديم القيمه. ساعات البني ادم يبقى جعان جدا ومتخيل لو شاف سفره طويله عريضه هيلتهمها كلها. هياكلها كلها. بعد وقت طويل من الجوع بتتكيفي لا شعوريا مع الاحساس ده ونفسك بتسد. المشاعر كده. اللي جعان مشاعر ونفسه في حد يقول له حقك عليا وانا جيت عليك، ما تزعلش مني، انا ما كانش قصدي، انا ما فرطش فيك، العشره ما تهونش، الكلام اللي انت نايمه قايمه متخيله انك في وقت من الاوقات هتلاقي جرس باب ولا رن التليفون بتخليكي تسمعيه من شخص معين. بعد وقت بتفقدي لذة الإحساس حتى لو تقلك، ملهاش قيمة خالص. وحشتني بعد ما كانش بيوحشني لك، ملهاش لازم حقك عليا بعد ما أنا نسيت حق اللي عندك، ملهاش دور أنا آسف بعد ما أنا نسيت أنت عملت فيا إيه، على إيه، ملهاش لازمة أنا جنبك بعد أنا ما كنتش عايز حد غيرك جنبي، ملهاش لازمة ولا دور ولا معنى، كل كلمة عدى وقتها ما بقاش ليها دور لما الوقت خلاني مش قادر أحس بقيمة الكلام. الوقت هو اللي بيخليك تتعافي بسرعة أو بيخلي المرض بقى مزمن صعب التعافي منه. أي حد بيجيله حتى مرض عضوي التدخل المبكر بيسهل ويسرع من فرصة الشفاء المبكر. طبعا إذن الوقت هو اللي ليه قيمة. عشان كده طول الانتظار مؤلم. الاستنزاف اللي انت بتلاقيه منك لما تحط دماغك على المخدة بعد يوم طويل وتلاقي ان افكارك ما بتقفش، ايوه، وتلاقي انك طول الوقت الاوفر ثينكينج بياكلك كانه كده جسم قدامك بيتاكل، شريحه نفسيه تحس ان هي ما بتخلص، ازمه كبيره ممكن يعني تخلي البني ادم مش قادر يبص لها بعين العقل اللي هي العين الثالثه، العين اللي تقول هو صح ان انا اكمل كده ولا كان المفروض ان انا اخد خطوه لورا وابعد عن كل ده. اه مثلا يعني